الآن كان أهو أنا الآن أضللها، ثم صلاته وهذه هي اسم كان، وبعدين الخبر هو بكاء. لماذا؟ لأنه وقع محصورا بعد إلا، الواقع بعد إلا المسبوقة بنفي حقه دائما وأبدا كما قلنا الإيه؟ التأخر، كما هو موجود أمامي الآن. إذا يجب أن يتأخر خبر الناسخ إذا كان إعراب الاسم والخبر غير ظاهر، وإذا كان الخبر محصورا بإيه؟ بإلا. هذا هو الموضع الأول. طيب، نرى الحالة الثانية. الحالة الثانية هي الحالة التي يجب فيها أن يتوسط الخبر بين الناسخ واسمه. الحالة التي يجب فيها أن يتوسط الخبر بين الناسخ واسمه، بمعنى أنه يجب أن يتقدم الخبر على الاسم، يعني يجب أن يتقدم الخبر ويتأخر اسم الناسخ. من ذلك قولنا: يعجبني أن يكون في الدار صاحبها. طبعا نحن نعلم أن الجر والمجرور في قولنا في الدار في هذه الحالة هو الخبر، وصاحبها هو اسم كان. يعني اسم كان في هذه الحالة هو صاحبها، خبر كان هو قولنا في الدار. هناك قاعدة لابد أن نلحظها جيدا، وهي قولنا: لا يعود الضمير على متأخر، وإنما يعود الضمير دائما وأبدا على إيه؟ على متقدم. أي ضمير أنت تستخدمه يجب فيه أن يعود على متأخر. ومن أجل ذلك، خط النحاة قولهم الشائع في أجهزة الإعلام، وفي يقولون في أجهزة الإعلام وفي النشرات اليومية وفي أجهزة التلفاز وفي الصحف، يقولون مثلا ترتيب خطأ جدا، يقولون: وفي حديثه أعرب الأستاذ فلان فلان. إذا حديثه، الهاء عائدة في كلمة حديثه على مين؟ على متأخر، هذا خطأ. بل الصواب أن نقول إيه؟ أعرب الأستاذ فلان الفلاني في حديثه. لماذا؟ لأن الضمير لا يعود على إيه؟ على متأخر، وإنما يجب أن يعود الضمير على المتقدم. طب في هذه الحالة الخبر اشتمل على ضمير، هذا الضمير يعود على الضار، صاحبها الهاء عائدة على إيه؟ على الضار. في هذه الحالة الضمير يعود على المتقدم، في هذه الحالة الضمير سليم والتركيب سليم. لكن لو عكسنا وقلنا: يعجبني أن يكون صاحبها في الظهر، يبقى إذا الضمير في هذه الحالة يعود على إيه؟ على متأخر، والترتيب بهذه الحالة يعد ترتيبا إيه؟ خاطئا. يبقى إذا في هذه النقطة إذا اشتمل، يبقى متى يجب أن يتوسط الخبر بين الناسخ واسمه؟ إذا اشتمل الخبر على ضمير يعود على المبتدأ أو على بعض المبتدأ، يعود على المبتدأ أو على بعض المبتدأ، في هذه الحالة يجب أن يتقدم الخبر على الاسم كان، ويتأخر اسم كان في هذه الحالة. وإذا في هذه الحالة نقول: يعجبني أن يكون في الدار صاحبها، فلا يجوز في هذا المثال تأخير الخبر عن الاسم. لماذا؟ أقول: لئلا يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة: الموضع الذي يجب فيه أن يتقدم الخبر على كان وعلى اسمه. يعني يأتي الخبر في المرتبة الأولى، ثم تأتي كان، ثم يأتي اسم كان. متى؟ قالوا: قال النحاة: إذا كان الخبر مما له الصدارة في الجملة. ما معنى كلمة الصدارة في الجملة؟
هناك كلمات في النحو العربي أنتم تعرفونها جيدا ينبغي أن تقع في صدر الجملة، ينبغي أن تقع في صدر الإيه؟ في صدر الجملة. أسماء الاستفهام، نقول من أتى، هل أستطيع أن أقول أتى من؟ هل أستطيع أن أقدم الفعل وأؤخر اسم الاستفهام؟ لا أستطيع. لماذا؟ لأن أسماء الاستفهام لها صدر الكلام في الجملة. يبقى إذا اسم الاستفهام له صدر الإيه؟ الكلام. طب إذا كان اسم الاستفهام هذا هو الخبر فلا بد أن يكون متقدما وأن يكون واقعا في صدر الإيه؟ في صدر الجملة. ومن ذلك قوله أين كان زيد، أين كان زيد. نحن أخذنا إعراب أسماء الاستفهام في مرحلة سابقة، تتذكرون أم لا تتذكرون؟ وقلنا نجيب عن السؤال حتى نستطيع أن نعرف المحل الإعرابي لاسم الاستفهام بشكل صحيح. قلنا هذا إيه سابقا. أنا أقول الآن أين كان زيد، نجيب عن هذا السؤال، نجيب عن هذا السؤال، أقول كان زيد هنا. يبقى كان فعل ماض نازف ناقص، زيد اسمها، وهنا ظرف في محل أو مبني في محل نصب الإيه؟ الخبر، أو متعلق بالخبر المحذوف. يبقى إذا هنا هي الخبر. يبقى وأين تسأل عن هنا، يبقى أين في هذه الحالة حينما نريد أن نعربها الإعراب الصحيح نقول عنها أين اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب خبر كان مقدما. في محل نصب خبر كان مقدما. لماذا في محل نصب خبر كان مقدما؟ لأنه له الصدارة. متى يجب أن يتقدم خبر الناسخ على كان وعلى اسمها؟ يجب إذا كان الخبر مما له الصدارة في الجملة. طيب متى يكون له الصدارة؟ إذا كان اسم استفهام، إذا كان من أسماء الشرط، أسماء الشرط لها الصدارة كذلك في الجملة. أيضا الحالة الرابعة هي الحالة التي يمتنع فيها تأخر الخبر عن الاسم، بيمتنع فيها أن الخبر يأتي متأخرا، يأتي في المرتبة الثالثة، بينما يجوز أن يتوسط ويجوز أن يتقدم. يجوز أن يأتي بين الناسخ واسمه ويجوز أن يتقدم على الناسخ وعلى اسمه. متى؟ وذلك إذا كان الاسم متصلا بضمير يعود على بعض الخبر ولم يكن ثمة مانع من التقدم على الفعل. القضية الأولى اللي احنا كنا اتكلمنا فيها عود الضمير على متأخر وعلى متقدم. ومن ذلك قولنا كان في الدار صاحب